بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أصحاب السمو والفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، اسمحوا لي بداية أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتمنيات جلالته لهذا اللقاء الدولي الرفيع المستوى بالنجاح والتوفيق على درب تعميق الوعي بالرهانات البيئية المعاصرة والنهوض بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وأغتنم هذه المناسبة ونحن نجتمع للمرة الثانية بعد لقاء السنة الماضية بالرياض لأجدد تقدير المملكة المغربية الكبير وتنويهها العالي بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر. ونحن نستحضر بعض الأهداف من هذه المبادرة كالتخفيف من فقدان النظام البيئي واستعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز الحفاظ والتدبير المستدام للغطاء النباتي الطبيعي والموارد الأرضية. فلا يسعني إلا أن أثمن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الرئيسية وبالدور الريادي التي تلعبه في هذا الشأن. وفي هذا الإطار يجب التنويه بالتقدم المحرز خلال هذه السنة بخصوص حكامة المبادرة وخارطة الطريق الطموحة التي تسمح بتعزيز حماية الأرض والطبيعة في المنطقة وتسهم بشكل قوي وفعال في جهود الدول التي تبذل من أجل الحفاظ على بيئة مستدامة والعمل الخاص بها. وفي هذا الصدد وتطبيقا للإرادة السياسية النابعة من توجيهات صاحب الجلالة، اعتمدت المملكة المغربية بشكل إرادي نهجاً متكاملاً يقوم على مقاربة مندمجة وتشاركية مسؤولة في سياسته المناخية في انسجام تام مع الجهود الدولية في هذا المجال مع أهداف التنمية المستدامة. ومن منطلق المقاربة التضامنية التي تنهجها المملكة المغربية في سياستها المناخية في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، فإن المغرب سيوفر كل إمكانيته للمساهمة في بلوغ أهداف المبادرة الخضراء للشرق الأوسط. وقبل الختام أجدد الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولجمهورية مصر العربية الشقيقة على الدعوة لهذه القمة مع متمنياتنا لها بالنجاح والتوفيق. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.